من الحملة الكبرى لدعم المنتوج الوطني، لا تزال المصانع في محافظة نينوى متوقفة ومدمرة بسبب الحروب، ولا توجد أي بوادر من قبل وزارة الصناعة والمعادن لإعادة إعمارها لتترك رهينة الاستثمار الذي قد لا يتحقق في ظل سوء التخطيط. مع عصف الانفجارات والصواريخ التي ألقيت على معمل الألبسة الجاهزة في مدينة الموصل آذان تحريرها، تمكن هذا العامل وزملائه من إعادة معملهم من تحت الركام، واستجمعوا ما تبقى من صفائح معدنية ليصنعوا منها غرفة صغيرة معدة لطباعة النقوش. طلعنا هاي من تشنكم من الأنقاض بجهود يعني الهندسة وإدارة المعمل، سوينا هذا المكان مثل ما انت تشوفوا، يعني مكان يعني كله تشنكم مستعمل، وهاي سوينا هذا المكان منه. اغلب الشغلات اللي عندنا كلها تحوير يدوي بمعدات متواضعة وبجهود تكاد أن توصف بالمعجزة. تنفس هذا المعمل الصعداء في إنتاج الألبسة الجاهزة للدوائر الحكومية، وذلك الإهمال الحكومي لهذه المصانع وعدم دعمها للمنتوج المحلي، ما دفع بعض المؤسسات للجوء إلى الاستيراد من مصادر متفاوتة الجودة. إذا كان هناك تعاقد ودعم من الحكومة يعود المعمل بنسبة 100% ويضاهي الإنتاج، بحيث لا نحتاج للاستيراد من الملابس وما تحتاجه المستشفيات من بدلات عمل من كل التجهيزات. طاقات إنتاجية لا تتجاوز 10% من الطاقة الحقيقية لمعمل ولدي للألبسة الجاهزة، وعلى الرغم من هذا فهو يشغل أكثر من 1000 موظف ويغطي حاجة كبيرة من احتياجات الدوائر الحكومية والغير حكومية. بعد عمليات التحرير قدرنا احنا مع مساعدة منظمة الهجرة الدولية إعادة 10% من القاعة الإنتاجية. هاي 10% عادوا لنا اياها من ناحيه البناء، الكهرباء، كبنه تحتيه، بمساعده كوادر الفنيه مع المعمل. طلعنا المكائن المتواجده بالمعمل واللي لقيناها من غير مكان كانت مسروقه، قدرنا نعيدها للعمل بعد عمليه الصيانه عليها. حتى المواد الاحتياطيه قدرنا نستعين بالمكائن المتضرره ونسحب منها المواد الاحتياطيه. شغلنا 100 ماكينه بالمعمل. هاي ال 100 ماكينه حاليا الحمد لله قدرنا نحصل على عقود بالتعامل مع مؤسسات الدولة الموجودة بالموصل. ولا تزال نينوى المحافظة الصناعية الأولى في العراق تعيش حقبة سوداء في مجال الصناعة، بعد أن أهملت أغلب مصانعها الإنتاجية وبقيت تندب حظها وتستجدي الاستثمار بتخطيط وزارة الصناعة الذي لا يرتقي أن يسمى بالتخطيط. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.